الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه. بومبيو يؤكد أن الرئيس الأمريكي ترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا حال تطلب الأمر. وكالة فيتش تضع بنك خلق التركي على مؤشر التصنيف المنخفض لاتهامه بغسل الأموال. منتصف ليلة القاهرة العاشرة بتوقيت جرانتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع نهى درويش. أهلا نهى. أهلا مروج، شكرا لك. أهلا بكم. والبداية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. جاء ذلك خلال استقباله الشيخ جابر المبارك الحمد صباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وفي اجتماع آخر مع رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه. أكد الرئيس السيسي الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية في العالم بشكل استراتيجي، إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيق، وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء الكويتي نقل رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما نقل أيضا تحيات أمير دولة الكويت الشقيق وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياتهما للشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معربا سيادته عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي. كما أشاد السيد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بالالتقاء مجددا برؤساء وفود الدول المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه والذي ينظم هذا العام تحت شعار الاستجابة لندرة المياه، مؤكدا سيادته حرص مصر على تنظيم واستضافة هذا الحدث سنويا بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على المبادرات العالمية والجهود المبذولة لمواجهتها. اللقاء شهد تبادلا للرؤى بين السيد الرئيس والحضور حول التجارب الدولية المختلفة لتنمية الموارد المائية والري، حيث استعرض السيد الرئيس أبرز محاور الخطة القومية المصرية في هذا الصدد والتي تتضمن تعظيم ما هو متوفر من موارد مائية. السيد الرئيس أكد في ختام اللقاء أن مصر تبذل مساع حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربا سيادته عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، ومؤكدا في ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرا للتآخي والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذي يستدعي مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيدا عن الأفعال أحادية الجانب. توجه
وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر إلى الكويت على دعمها المستمر لمصر منذ العام 2013. جاء ذلك خلال مباحثاته مع نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والذي شدد بدوره على وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية أمنها واستقرارها، مثمنا دور مصر الرائد خلال رئاستها حاليا للاتحاد الإفريقي في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية وتعزيز التجارة البينية بين بلدانها. كما شهد مدبولي والصباح مراسم التوقيع على العديد من الاتفاقيات، أهمها الاتفاق الإطاري لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1 مليار دولار. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة ذات أهمية كبيرة في مسيرة العلاقات بين البلدين. وأضافت الهيئة أن هذه الزيارة تسهم في الارتقاء على مستوى التعاون المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي، سواء فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط أو التعاون الروسي مع القارة الإفريقية مع انعقاد القمة الروسية الإفريقية التي يرأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركة مع الرئيس السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن أن البحرية المصرية بما تملكه من تدريب جاد ووحدات وأسلحة متطورة تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية. جاء ذلك خلال وقع المؤتمر الصحفي الذي عقد لمناسبة الاحتفال بالعيد 52 للقوات البحرية. حماية السواحل المصرية واجبهم ومهمتهم، إنهم رجال البحرية المصرية، حماة المياه الإقليمية على كافة المحاور الاستراتيجية. أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن البحرية المصرية بما تملكه من تدريب جاد ووحدات وأسلحة بحرية مطورة تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية وتأمين الأهداف الاقتصادية وفرض قوانين الدولة بالبحر واحترام السيادة المصرية في المياه الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة إلى دورها في عمليات مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد 52 للقوات البحرية، والذي يتواكب مع الدور البطولي لرجال البحرية المصرية في إغراق المدمرة إيلات عام 1967 وتنفيذ العديد من الأعمال البطولية خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر. نحتفل في هذا اليوم العظيم من أيام قواتنا البحرية المجيدة بكل الفخر والاعتزاز بالذكرى 52 الانتصار مبين في وقت حرج دقيق، وهو ليس انتصار يخص البحرية المصرية وحدها، فملحمة الفخر التي تحققت يوم 21 أكتوبر عام 1967 لم تكن أحد أعظم انتصارات في التاريخ البحري الحديث، وأول معركة صواريخ بحرية في تاريخ الإنسانية فحسب. جاء هذا النصر بمثابة شعاع من النور في وسط ظلام دامس أحيت في قلوب رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم الأمل نحو كسر قيود الاحتلال والظلم وتحرير الأرض ورد الاعتبار. كانت دعائم النصر في هذه المعركة التاريخية التي حققها شباب مصر الفتي هي العزيمة
ورفض الهزيمة. وأشار إلى جهود القوات البحرية في تأمين السواحل المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر على مدار 24 ساعة لتحقيق مفهوم الأمن البحري الشامل في مناطق عمل القوات البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية والجيوش والمناطق العسكرية. وأكد الفريق أحمد خالد حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على إعادة بناء وتطوير القوات البحرية لتفي بمطالب الدولة المصرية لحماية حدودها ومصالحها وثروات أجيالها القادمة لسنوات وعقود طويلة، لتكون القوات البحرية قادرة على مجابهة كافة التحديات التي تواجهها في مناطق عملها الحالية والمنتظرة ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة، مع الاستمرار في برامج تصنيع وحدات بحرية من مختلف الحمولات والاستخدامات بأيدي وسواعد وعقول مصرية طبقا لتخطيط دقيق يراعي عوامل التطوير والجودة مع زمن قياسي للتنفيذ في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في كافة المجالات. تشير الأرقام الاقتصادية إلى حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع في مصر مع بلوغ النمو الاقتصادي 5.6% وانخفاض نسبة البطالة، وتمكنت الدولة من إعادة الاستقرار لكثير من القطاعات وسارت بخطوات ثابتة على طريق تطوير المناطق غير الآمنة ودعم محدودي الدخل. بكل قوة تخوض مصر معركة التنمية الشاملة معتمدة على استراتيجية محورها إنشاء بنية تحتية عصرية وتنفيذ مشروعات عملاقة في جميع الميادين لبناء الدولة العصرية الحديثة. إنجازات أعادت الاستقرار لكثير من القطاعات والتغلب على مشكلات استراتيجية مثل انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة. قطاع الكهرباء تغلب على مشكلة انقطاع التيار نهائيا ابتداء من يونيو 2015 مع افتتاح محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركائها المحليين في كل من بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة. نجاح جعل مصر لأول مرة في تاريخها قادرة على تصدير الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج. وفي قطاع المياه تم اتخاذ خطوات عديدة في مجال تحلية المياه وإنشاء محطات بتقنيات عالمية ومتقدمة بعدما أصبحت تحلية المياه ضرورة بفعل التوسعات العمرانية والمدن الجديدة. وتم التوسع في إنشاء محطات التحلية وخصوصا في المحافظات الساحلية لتنويع مصادر المياه. أن يعيش كل مواطن في منطقة آمنة وصحية حلم بات حقيقة بعدما اتخذت الدولة خطوات جادة في هذا المسار. طفرة يشهد عليها ما حدث في منطقة تل العقارب والأسمرات وغيرها من المناطق غير الآمنة التي تحولت إلى صرح جديد يرفع من سلوكيات وثقافة المجتمع ويوفر حياة كريمة للمواطنين. وتأكيدا على الاستمرار في هذا النهج خصصت الدولة 10 مليارات جنيه في موازنة العام لتطوير المناطق غير الآمنة، وحرصا على تقديم جميع أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودي الدخل شهدت معدلات التضخم انخفاضا متتاليا وصل في أغسطس إلى 6.7% وهو ما تزامن مع مبادرات مثل المبادرة الرئاسية كلنا واحد للتخفيف عن كاهل المواطنين وطرح السلع بأسعار مناسبة. مؤسسات دولية أشادت بنجاح مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي ما انعكس في مؤشرات إيجابية منها وصول الاحتياطي النقدي إلى 44.9 مليار دولار وارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.6%، كما احتلت الدولة المرتبة 94 في مؤشر التنافسية العالمي. أثنى مواطنون على أعمال التطوير التي شهدها سوق زنين بالجيزة والذي تم نقل الباعة الجائلين إليه بدلا من استغلالهم لنهر الطريق. ويأتي تطوير سوق زنين ضمن خطط لتطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة.
متواجدين في مشروع تطوير سوق زنين الحضري، المشروع اللي بيضم 168 باكية في مختلف الأنشطة، تم تطوير منهم ضمن مشروع التطوير 116 باكية. متواجدين لرصد آراء البائعين والزبائن عن السوق بعد تطويره. الحمد لله عملوه وطوروه وبقى أحسن طبعا وكويس وأحسن من الأول، وربنا يبارك فيهم كلهم من الصغير للكبير اللي عمل إيه السوق، والناس اللي بردك اتبرعت لنا بالسوق دي بردك ربنا يكرمها. المكان الأولاني وحش، ما كانش كويس، كانت النطرة بتنزل علينا وكان الأرض وحشة وزبالة ووحش، ما كانش كويس. لا ما كانش نظافه صراحه، دلوقتي نظافه وكل حاجه نظيفه وزي الفل. افضل واحسن وكل حاجه، ما قلناش في حاجه، هو الوضع حلو ومبني كويس وكل حاجه، والناس جزاهم خير يعني ماشيين معانا كويس وكل حاجه، والوقت طوروه بقى كويس وكل حاجه. من الاول ما كنتش برتاح للي مجي السوق، والسوق ما كانش نظيف، وش تلاقي ريحته وحشه وحد وحشه، لما الوقت بقى نظيف وربنا يبارك للي عمل لني واللي جاب لنا السوق واللي خطط لنا كل حاجه حلوه، لان الناس دي غلبانه، البياعين دول غلابه، والبياعين دول عايزين لهم ارزاق، الاسواق التانيه واخده منهم اي بس هم غلابه يعني، فاحنا عايزين جملة حلوة ان ربنا يكرمهم ويبيعوا ويشتروا. الصراحة زمان كان مش حلو خالص، دلوقتي طبعا الجدد بقى احسن وبقى انضف بكتير. طبعا الاول كان بيضايقني من السوق، طبعا الدخلة بتاعته طبعا مش حلوة، المكان نفسه مش حلو خالص، طبعا كنت ما باجي اخش ما اعرفش اخش، يعني قدام مكان ضيق طبعا، وناس هنا وناس هنا، ومكان يعني ما فيهوش نفس ولا فيه اي حاجه. تعتبر محطة هيريوبلس المدرجة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو هي الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أنها مقامة على مساحة 10,000 متر مربع تقريبا. هي أضخم محطة مترو أنفاق في مصر والشرق الأوسط، محطة هيليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة المدرجة ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تم تشغيلها رسميا للركاب. مبسوط طبعا لأن أنا بيسهل لي مشوار الجامعة أن أنا أجي من هيليوبوليس، فأنا راجع لما سمعت أنها فتحت نزلت فيها على طول، لأن هيسهل لي كده مشوار الجامعة البيت أقرب، يعني هيبقى أحسن ليا يعني. أنا شغلي في المعادي، فعشان اروح من هنا لغايه المعادي كان بالعربيه او بالمواصلات باخد وقت اطول، ولكن ده وسيله طبعا محترمه ونظيفه وحضاريه وكل حاجه. اعتقد ان زمن التقاطر حوالي 3 دقائق بين القطر والتاني، في شاشه موجوده على الرصيف بتحدد الوقت بالظبط، وان القطر مثلا القطار اللي جاي كمان دقيقه او حاجه بالمنظر ده كله، فانا اعتبر ان دي هتبقى ممتازه، لان الواحد يقدر يحسب وقته فعلا بالظبط. غير الاول خالص زحمه والميدان كان بيبقى زحمه، دلوقتي الدنيا حلوه وما اشتغلت خصوصا المحطه دي، كنا بنروح نركب من الألف مسكن قبل دي ما تشتغل، من محطة الألف المسكن لما اشتغل كنا بنروح نركب من الألف مسكن، وإحنا بقى دلوقتي خلاص هنركب من المحطة بتاعتنا بقى، خلاص اشتغلت الحمد لله. بركب مترو كتير، محطة هيليوبوليس طبعا فرق معايا، لأن أنا بعدي شارع مش بمشي أو بركب مواصلة تانية عشان أوصل للمترو، فرق جامد في اللي أنت بتتحرك، يعني سهلة في التحرك جدا عن المحطات التانية، مكيفة عن المحطات التانية، فياريت المحطات التانية برضو تبقى فيها نفس الخدمة دي. وتبلغ مساحة محطة هيليوبوليس التي نفذت وفق أحدث المواصفات العالمية نحو 10,000 متر مربع، وتشتمل على 8 مخارج ومداخل، إضافة إلى 17 سلم متحرك يصل 3 مستويات مختلفة، وتتضمن وصلتين كل وصلة منهما أشبه بمحطة مستقلة
إحداهما في اتجاه مسار ممتد حتى محطة عدلي منصور بمدينة السلام، والثانية في اتجاه مطار القاهرة. من سكان مصر الجديدة وجاي ماشي من البيت، يعني حاجة عظيمة يعني اللي احنا بنشوفه ده. احنا بنشهد يعني ثورة بنيانية وعمرانية لم يشهدها مصر قبل كده. اي واحد يقول غير كده بقى منافق. مفيش اسهل من المترو، بعيد عن المرور، الوقت بتحسبه بالدقيقة. من العتبة لهنا انت بتحسبه بالدقيقة، يعني تقدر تضبط مواعيدك على مواعيد المترو. سهل كتير طبعا، ده في ناس يعني معها سيارات بتركنها بره وبتنزل بكل المترو، يعني عشان طبعا الوقت والنظافة والتأمين بتاعها واهم حاجة الوقت. نحو 1.9 مليار جنيه هي تكلفة تنفيذ محطة هيليوبوليس المدرجة ضمن محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يصل بين شرق القاهرة وغربها ويحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، وأيضا يحقق الربط مع القطار الكهربائي في محطة عدلي منصور. نفى رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب سامي هاشم ما رددته بعض القنوات والمواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول تغيير اسم مدينة زويل، وأكد هاشم أن اللجنة أبقت على اسم المدينة كما هو دون تغيير ذلك تخليدا لاسم العالم الجليل أحمد زويل، وأن ما تقوم به القنوات الإخوانية والمواقع التابعة للجماعات الإرهابية هي شائعات الغرض منها تشويه صورة مؤسسات الدولة وفي القلب منها مجلس النواب. يذكر أن مجلس النواب وافق في المجمل على تعديل مشروع قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وطبقا للقانون تستبدل عبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مدينة زويل بعبارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي. نفت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية أي نية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، يأتي هذا مع تواصل التظاهرات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت رغم موافقة الحكومة على ورقة الحريري التي شملت عدة إصلاحات. وأكد المتظاهرون استمرار الاحتجاجات إلى حين تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة ومتخصصة ومصغرة وذات صلاحيات استثنائية من خارج المنظومة الحاكمة. كان مجلس الوزراء اللبناني أقر جميع بنود الورقة الإصلاحية التي تقدم بها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء التي شهدت أيضا إقرار موازنة العام 2020. من جانبه أكد الحريري أن الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، فضلا عن إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا وإقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء. الموازنة بعجز 0.6 وما فيها أي ضرائب جديدة أو إضافية على الناس. 2، القطاع المصرفي ومصرف لبنان بيساهموا بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020، ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف. 3، خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. 4، خفض موازنات مجلس الماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%. 5، خفض 1000 مليار ليرة من عجز الكهرباء. 6، إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية. 7، إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية. 28 مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تعبر عن آلام الشعب، مضيفا في الوقت ذاته أنه ليس من العدل اتهام الجميع بالفساد. تصريحات عون جاءت على هامش اجتماع مع رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في قصر بعبدة الرئاسي، حيث دعا عون إلى رفع السرية المصرفية عن المسؤولين.
أعلنت الرئاسة اللبنانية أنه لا صحة للشائعات التي تناولت صحة الرئيس ميشيل عون، وحذر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية من شائعات تروجها جهات بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. يستمر اليوم الثلاثاء إغلاق البنوك في لبنان بانتظار استقرار الأوضاع العامة مع البلاد مع الاستمرار في الاحتجاجات. في السياق ذاته كشف وزير التربية عن إغلاق المدارس الخاصة والرسمية اليوم. هذا وتندلع الاحتجاجات وتندلع في لبنان من حين لآخر احتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تؤثر على المواطن اللبناني بشكل مباشر. المزيد في سياق العرض التالي. ينحدر الاقتصاد اللبناني المتأزم منذ نحو 8 سنوات مسرعا نحو كارثة، فلبنان يعتبر الثالث عالميا من حيث مستوى الديون بسبب ارتفاع الدين العام الذي يبلغ ما يتجاوز نسبته 152% من حجم الناتج المحلي للبلاد، كما يستخدم الدولار بشكل شبه رسمي في البلاد، في حين أن الليرة عملة لبنان الوطنية تعاني من أزمة تدهور مستمرة أمام العملات الأجنبية، فقيمة الدولار الواحد تزيد على 1500 ليرة. لبنان يعاني أيضا من تراجع كبير في الاحتياطي النقدي، إذ بلغ 19 مليار دولار في العام الحالي مقابل 25 مليار و5 ملايين دولار في عام 2018. ويقول خبراء اقتصاديون إن تراجع الاحتياطي النقدي في البلاد يعود إلى انخفاض كبير في ودائع الأفراد نتيجة عدم الثقة في الاقتصاد المحلي. معدل البطالة هو الآخر تضاعف في السنوات الماضية ليصل إلى 36% في العام الحالي. فضلا عن هذا، فإن نسبة الفقر في لبنان وصلت إلى ما يزيد على 30% وفقا لبيانات البنك الدولي. يأتي هذا فيما حل لبنان في المرتبة 138 من بين 180 دولة شملها التقرير حول الفساد لمنظمة الشفافية العالمية. دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف اللبنانية إلى الدخول في حوار سلمي وتجنب العنف والخطاب المحرض في أعقاب التطورات الأخيرة في البلاد، وطالب التكتل الأوروبي السلطات اللبنانية بالالتزام بما طلب منها من إصلاحات ليتم تقديم مساعدات وقروض تنمية وفق مقررات مؤتمر الأرز عام 2018. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستبقي على عدد صغير من الجنود الأمريكيين في سوريا، وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية في سوريا ستنتقل من مناطق أخرى في المرحلة الأولى، لكنها ستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا حال احتاج الأمر ذلك، وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل فرض ضغوط اقتصادية وسياسية على تركيا للكف عن ممارستها في سوريا. هذا وقد قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر إنه سيتم الإبقاء حاليا على بعض القوات الأمريكية قرب حقول النفط في شمال شرق سوريا. من ناحية أخرى، أكد مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن القوات الأمريكية التي دخلت إلى العراق من سوريا باتجاه إقليم كردستان العراق كانت بالتنسيق مع الحكومة، مضيفا أن الحكومة العراقية لن تسمح لأي قوة أمريكية بالدخول إلى العراق دون أي موافقة. تنفيذا لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو 1000 جندي من تلك المنطقة، انسحبت القوات الأمريكية من أكبر قواعدها العسكرية شمال شرق سوريا متجهة إلى العراق. خطة تنتقل بموجبها جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا إلى غرب العراق.
فيما يتبقى عدد لا يتجاوز 200 جندي لمواصلة العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابية وضمان منع عودته مرة أخرى. ومع انسحاب تلك القوات تتوغل قوات أردوغان في الأراضي السورية وتوسع انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين، إذ أفادت قوات سوريا الديمقراطية بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص خلال قصف تركي على مدينة رأس العين في خرق تركي لاتفاق وقف إطلاق النار. كما قصفت تركيا بالصواريخ عددا من المناطق التي تبعد 30 كيلومتر عن الحدود التركية. في تلك الأثناء عبرت إيران عن رفضها لإقامة تركيا مواقع عسكرية في سوريا، وشددت على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية وحل جميع القضايا بالسبل الدبلوماسية. أما ألمانيا فقالت على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس إن العدوان التركي على شمال سوريا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، متعهدة بأنها ستفعل كل ما في وسعها مع شركائها لإدانة هذا العدوان التركي في المحافل الدولية. إيطاليا وجهت هي الأخرى رسالة إلى قادة أوروبا، دعت خلالها إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى أوروبا فورا. E il regime turco non ha perso il vizio di sterminare le minoranze che vivono nella sua terra. Prima i cristiani, poi gli armeni, poi i curdi. E se l'Europa avesse dignità domani mattina cancellerebbe il processo per l'adesione della Turchia all'Europa. وأجج العدوان التركي على شمال سوريا منذ 9 من أكتوبر الجاري مخاوف بشأن ما يقارب 12,000 إرهابي، بينهم آلاف الأجانب المعتقلين في السجون الكردية، الأمر الذي دعا قاضيا فرنسيا مختصا في مكافحة الإرهاب إلى فتح باب العودة أمام من قتلوا سابقا في تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق ومحاكمتهم في إطار القانون. يتواصل العدوان التركي على الأراضي السورية وتتواصل معه التنديدات العربية والعالمية، لكن أنقرة تضرب بتلك التنديدات عرض الحائط وتواصل تشريد آلاف السوريين تحت ذريعة إقامة منطقة آمنة، المستفيد الأول والأخير منها أنقرة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة تمديد وقف إطلاق النار في شمال سوريا. وخلال الاتصال أطلع الرئيس الروسي نظيره الفرنسي على الجهود الروسية لإقامة اتصالات بين الأطراف المعنية بشمال شرقي سوريا. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش التركي خرق اتفاق وقف إطلاق النار نحو 37 مرة، وأضافت سوريا الديمقراطية أن تركيا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وواصلت هجماتها على شمال وشرق سوريا، حيث شنت 10 غارات جوية و27 هجوما بريا منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين أنقرة وواشنطن. أكدت روسيا أنها على اتصال دائم بالرئيس السوري بشار الأسد بشأن العدوان العسكري التركي في شمال شرق سوريا. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوجاكوف أن اتصالات في هذا الشأن تتم بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرانتيف ومسؤولين من وزارة الدفاع والرئيس السوري. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن العدوان التركي على سوريا تسبب في بقاء 12 سجنا لمسلحين أجانب من داعش الإرهابي من دون حراسة مشددة، مشيرا إلى أن ذلك قد يعود بهجرة معاكسة للإرهابيين إلى بلادهم الأصلية. وقال شويغو بمنتدى للأمن في بكين إن هناك ضرورة لتوحيد جهود المجتمع الدولي والمجتمع العالمي لإصلاح ما أفسده العدوان التركي ومواجهة تحديات الإرهابيين. وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية في بنك خلق التركي على تصنيف المراقبة السلبية بعد اتهامات وزارة العدل الأمريكية بالاحتيال وغسل الأموال وخرق العقوبات على إيران.
وقالت وكالة فيتش أن تحذير خفض التصنيف الائتماني يعكس عدم اليقين المتعلق بكفاية وتوقيت الدعم من السلطات التركية في حالة فرض غرامة مادية أو تدابير عقابية أخرى على بنك خلق. قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن التهم الجنائية الصادرة ضد بنك تركي مملوك للدولة تهدد بالامتداد إلى بقية البنوك. وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض للمقرضين المعتمدين أو المعتمدين على التمويل الأجنبي. ووجهت النيابة العامة الفيدرالية الأسبوع الماضي إلى بنك خلق التركي تهمة غسيل أموال والتلاعب للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران. اعتقلت السلطات التركية 4 رؤساء بلديات كردية بولاية ديار بكر بعد أن تم عزلهم من مناصبهم في وقت سابق. وجاء قرار الاعتقال في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع رؤساء البلديات الأربعة منذ عزلهم من منصبهم وسط مزاعم بانتمائهم لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له في إشارة لحزب العمل الكردستاني. رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو إجراء تصويت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن بريكزيت. وقالت وسائل إعلام بريطانية أن جونسون أكد رغبته في إجراء محاولة أخرى من أجل إخضاع اتفاق بريكزيت المبرم بين لندن وبروكسل للتصويت من البرلمان. جاء ذلك بعدما بعث جونسون برسالة إلى بروكسل يطلب فيها إرجاء موعد عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، ذلك بعد إقرار مجلس العموم تعديلا يلزمه بالتفاوض حول تمديد جديد لمهلة الخروج. أكد قادة الاتحاد الأوروبي أنهم سيحتاجون إلى بعض الوقت من أجل دراسة طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتعلق بتأجيل انسحاب بلاده من الاتحاد. وذكرت مصادر أوروبية أن المشاورات بين رئيس الاتحاد وزعماء ورؤساء وحكومات الدول الأعضاء بدأت بالفعل لبحث كيفية التعامل مع التصرف البريطاني الذي وصفه بأنه غير لائق من الناحية السياسية. نظم مؤيدو انفصال اقليم كاتالونيا عن اسبانيا تظاهرات في برشلونه استمرارا للاحتجاجات المطالبه بالانفصال عن مدريد. وبدات التظاهرات في اعقاب قرار المحكمه العليا في اسبانيا بحبس 9 من زعماء اقليم كاتالونيا الاسباني. شهدت سانتياغو عاصمة تشيلي اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين في وسط العاصمة، وكان الجيش قد أعلن فرض حظر التجوال في العاصمة، فيما ألغى الرئيس التشيلي قرار زيادة أسعار المواصلات في محاولة لاحتواء الاحتجاجات. مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. شارك عشرات الآلاف من السودانيين في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحل حزب المؤتمر وتقديم المسؤولين السابقين للمحاكمة. وطالب المحتجون خلال المظاهرات التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات والتي أسقطت نظام البشير، طالبوا بحل الحزب الحاكم السابق وتقديم المسؤولين في عهد البشير للمحاكمة بتهمة الفساد.
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن هناك الكثير من العوائق والعقبات تحيط بأعمال السلطة الانتقالية، مؤكدا العزم على تخطي هذه الصعاب مهما تعقدت. وأشدد حمدوك على أن أولويات حكومته تتمثل في تحقيق مطالب الشعب العاجلة في إحداث الاستقرار الاقتصادي وتحقيق السلام كشروط لاستدامة ديمقراطية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا مشهودا في مجالات مختلفة. أعرب نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو عن الاستعداد لاتخاذ قرارات لصالح الشعب، وأشار دقلو إلى أن أطراف التفاوض يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام. تعيش الجزائر حالة من الجدل السياسي مع قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 12 من ديسمبر المقبل. في غضون ذلك كشف رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي تأجيل عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية إلى بداية الأسبوع المقبل. بين رغبة في تحقيق الاستقرار من جهة ورفض من جهة أخرى، تعيش الجزائر ومعها الشارع جدلا واسعا على وقع الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 12 من ديسمبر المقبل. الانتخابات الرئاسية التي تتأهب الجزائر من خلالها لاختيار أول رئيس جديد لها منذ 30 عاما لا تزال تواجه شبح الغموض منذ الإعلان عن تنظيمها في ظل هوة تتسع يوما بعد الآخر بين الشعب والسلطة، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات الإسبوعية الرافضة لإجراء الانتخابات. وبينما تباينت آراء الجزائريين بين مؤيد ومعارض لتنظيم الانتخابات الرئاسية، برز على الساحة تياران متفقان على إجراء السباق الانتخابي، لكنهما اختلفا حول توقيت إجراء الانتخابات في الوقت الحالي أم انتظار تحسن الأوضاع بالجزائر. في المقابل تواصل السلطات الانتقالية بالجزائر المضي قدما في عقد الانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أن 6 من الراغبين في الترشح لانتخابات 12 من ديسمبر المقبل دعوا إلى تحديد موعد جديد لإيداع ملفات ترشحهم، مشيرة إلى أن 145 الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات تمهيدا لخوض المعترك الانتخابي. انتخابات الجزائر ورغم ما يعتبرها البعض بأنها الحل الأنسب للأزمة السياسية الراهنة أو على الأقل بداية لحلها، إلا أن الظروف المحيطة بها وحالة الاحتقان السائدة تلقي بظلالها على المشهد برمته في الجزائر. قال الرئيس الإسرائيلي رافين رافلين أنه سيكلف زعيم تحالف أزرق أبيض بني غانس بتشكيل الحكومة بعد فشل بنيامين نتنياهو بالمهمة. وقال نتنياهو في وقت سابق أنه أبلغ رافلين بعجزه عن تشكيل الحكومة معلنا تخليه عن تشكيلها قبل يومين من انقضاء المهلة المحددة قانونيا. تحتفل مصر اليوم الثلاثاء بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان بمشاركة آلاف السائحين وبعض المسؤولين. المزيد عن تلك الظاهرة الفريدة في العرض التالي. Thank you.
بهذه الظاهرة الفلكية الفريدة نختتم الجولة الإخبارية، وإليكم ما تذكر بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه. بومبيو يؤكد أن الرئيس الأمريكي ترامب مستعدة لخيار عسكري ضد تركيا حال تطلب الأمر. ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني تضع بنك خلق التركي على مؤشر التصنيف المنخفض لاتهامه بغسل الأموال. انتهت النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم مشاهدينا.